تعالوا نروح بقى نشوف زميلنا فاروق صلاح ولقاء مع صلاح محسن. ده لازم يا صلاح. صاحب الهدف الثاني النهارده. اتفضل يا فاروق. من جديد ده كل التحيه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. مليون مبروك للفريق النادي الاهلي النهارده، خطوه كبيره قطعها النادي الاهلي نحو الوصول لمباراه الدور قبل النهائي. معايا واحد من نجوم المباراه وصاحب الهدف الثاني، صلاح. صلاح الف مبروك على الهدف، مباراه كبيره النهارده من لعيبه النادي الاهلي امام خصم كبير هو فريق صن داونز، لكن كنتوا رجاله ودايما بنران على شخصيه لعيبه النادي الاهلي في المواقف اللي زي دي. طبعا الحمد لله النهارده اللعيبه رجاله قدرنا نحقق الفوز النهارده على فريق صعب، فريق زي صن داونز. والفتره اللي فاتت انت زي ما انتم شايفين عندنا ضغوطات كتير وماتشات كتير، واللعيبه يعني تشكر بمجهود جامد جدا، وان شاء الله نقدر نصعد من هناك باذن الله الفتره اللي جايه. صلاح لقاء النهارده استمرار للقاءات القويه اللي صلاح بيلعبها في الفتره الاخيره، شفنا هدف جميل في مرمى الزمالك النهارده، هدف يعني وانت لعيب بتنزل بديل وعندك الطاقه وعندك يعني الايجابيه دي، اعتقد نقطه مهمه جدا لصلاح محسن. الحمد لله، طبعا الكره دايما اجتهاد وانا الحمد لله بجتهد الفتره اللي فاتت، وزي ما انت شايف ربنا بيديني، ومش مهم اللي انا اجيب الاجوان، المهم ان الفريق يكسب، وقدرنا نحقق النهارده فوز على ارضنا، فوز الحمد لله كويس بالنسبه لفريق كبير زي فريق صن داونز، وان شاء الله نقدر نصعد هناك باذن الله، واللعبه كلها تقدر بس نعمل استشفاء. اللعبه كلها مجهده جدا جدا، عندنا الضغوطات الفتره اللي فاتت ضغوطات صعبه جدا جدا، وان شاء الله نقدر نصعد من هناك ان شاء الله. صلاح، ابرز التعليمات اللي قالها لك مستر بيتسو موسيماني قبل نزولك؟ وانا دايما بيقول لي يعني ركز انك تنزل تخلي الفريق في الكره قدام دايما، ودايما تبقى انت اللي بتطلعني بالكره قدام، وتقدر تدافع مع ايمن، ويعني الحمد لله طبعا قدرنا نحقق الفوز النهارده، وان شاء الله الفتره الجايه نقدر نعمل حاجه بفضل الله. المولوده الجديد وشها حلو عليك، وقول لي مين توقع عليك ان انت تحرز هدف النهارده؟ والله اخواتي كلموني وقالوا ان شاء الله ركز بس زي الماتش اللي فات، وان شاء الله تقدر تجيب جول ان شاء الله، وتخلينا ان شاء الله النتيجه تبقى اكبر من كده ان شاء الله، يعني الحمد لله يعني. شكرا يا صلاح، بالتوفيق دايما. ربنا يخليك. كابتن ايمن، ده كان لقانا مع صلاح محسن لاعب فريق النادي الاهلي وصاحب الهدف الثاني في مرمى فريق صن داونز. زي ما قلنا خطوه مهمه جدا بيقطعها النادي الاهلي، وشوط كبير لسه في شوط ثاني هناك في بريتوريا، ان شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في الشوط الثاني هناك في بريتوريا. من جديد تعود ليك الكلمه يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام.